انا بعتبره من احسن الادوار اللي انا عملتها، وجالي فيدباك ده كتير. الدور ده بالذات جالي صدفه جدا، لان الدور ما كانش دوري خالص، كان فيه كان انا تانية ماضيه وكملوا، وبعدين في اخر لحظه اعتذرت وتم ترشيحي للدور. ساعتها كنت بصور كده حاجة ومش عارفة الوقت هيعمل هيسمح ولا لأ، بس في نفس الوقت عارفة إنها فرصة، وعارفة إنه حلو جدا، وعارفة إن تامر حسني بعيدا عن هو أخويا يعني، بس هو نجم كبير وأكيد فرصة إن أنا أطلع في فيلم. ومحمد سامي دايما مش أنا بس، أي ممثل أو ممثلة بيبقى مطمن هو معايا، بيبقى عارف إنه دايما هيطلع مختلف ودايما يكشف الدنيا، حتى لو الوقت مزنوق وحتى لو مفيش وقت كبير هو يعرف يشغلك الشخصية كويس أوي، هيعرف يذاكرها كويس أوي. ف من كلامك التعامل مع محمد سامي غير التعامل مع أي بس كل مخرج ليه ستايله وكل مخرج ليه الرؤية بتاعته، بس أكيد محمد بما إن أصلا إحنا أصحاب جدا بعيد عن أي حاجة، فهو دايما بيعرف يخرج لنا حاجات مختلفة. لسه أقول لك بشكل أكبر مش انا بس، اعتقد في هجوم كتير مع محمد بيهتم جدا بالممثل، اهم حاجه عنده ممثل، فاي ممثل هتلاقيه مع محمد مختلف.